تفقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى المعامل المركزية لهيئة الثروة المعدنية بالدقي، وأوضح الملا أن برنامج تطوير المعامل ومراكز التعدين التابعة للهيئة يشمل تطوير ورفع كفاءة العاملين والمباني لمواكبة وتحقيق أهداف استراتيجية تعظيم واستغلال الثروات التعدينية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي. ووجه الوزير بسرعة ربط المعامل ومراكز التعدين بمنظومة رقمية، ما يسهل عملية إتاحة البيانات ويساعد على سرعة اتخاذ القرار وتقديم خدمات وبيانات واضحة لدعم الاستثمار التعديني. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وخلال اجتماعه مع وفد اللجنة الوطنية العقارية السعودية بمشاركة ممثلي 27 شركة من كبرى الشركات السعودية في مجال التطوير العقاري والصناعة والزراعة ومواد البناء. أكد عبد الوهاب أهمية تشجيع الشركات العربية والأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية والقطاعات الإنشائية. وقع مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 5 بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات المهتمة بقطاع ريادة الأعمال في مصر. وعقب توقيع البروتوكولات أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أهمية دعم الشركات الناشئة وضرورة الاهتمام بتلك المبادرات والاتفاقات التي تسهم بشكل كبير في تهيئة الشركات التي قد تعاني من تحديات في أي من المجالات المالية أو القانونية أو التسويقية أو التكنولوجية. هذا وتم افتتاح عيادة الأعمال الخاصة بمشروع رواد 2030 خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة. وأكدت وزيرة التخطيط أن مبادرة عيادات الأعمال في مصر تهدف لتقديم استشارات في كل المجالات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وأيضا للمتعثرين من أصحاب الشركات بهدف استكمال مشروعاتهم. أكدت وزارة التجارة والصناعة أن السنوات الثمان الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في التمويلات والخدمات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة. وعلى هامش الاحتفالات باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات قام بالتوسع في ضخ التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والعمل على تيسير إتاحة التمويلات للعملاء والمستفيدين، حيث بلغت 40 مليار جنيه خلال الفترة من الأول من يوليو 2014 وحتى 30 من مايو 2022 لتمويل 1,600,000 مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت ما يزيد عن 2.5 مليون فرصة عمل. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك ساهم خلال العام المالي 2021-2022 في تنفيذ 20 مشروعا بقروض بلغت نحو 3,600,000,000 جنيه. أشار شعراوي إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030. إلى البورصة المصرية التي أنهت مؤشراتها تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تباين، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع. سجل رأس المال السوقي مستوى 633 مليار و400 مليون جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 2,900,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 9,439 نقطة وأغلق عند مستوى 43 نقطة مرتفعا بنسبة 4%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 1,778 نقطة وأغلق عند 1,774 نقطة متراجعا بنسبة 23%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2,629 نقطة ليغلق عند مستوى 2,627 نقطة منخفضا بنسبة 9%.
إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و69 قرشا للشراء و18 جنيه و80 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه و73 قرشا للشراء و19 جنيه و85 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 22 جنيه و92 قرشا للشراء و23 جنيه و7 قروش للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و9 قروش للشراء و5 جنيهات و12 قرشا للبيع. أما عن سعر الريال السعودي فوصل سعره إلى 4 جنيهات و98 قرشا للشراء و5 جنيهات وقرش للبيع. أغلقت أغلب بورصات منطقة الخليج على ارتفاع، حيث خفف تراجع أسعار السلع مؤخرا من المخاوف المتعلقة بتضخم متوقعات رفع أسعار الفائدة. أنهى المؤشر السعودي التعاملات على ارتفاع وصل إلى 1.8%، وفي الإمارات تراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.8%، بينما صعد مؤشر دبي بنسبة 0.9%، وفي بورصة الكويت قفز المؤشر الرئيسي بنسبة 1.33%. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزميلات لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك.